ما توقف الغرابة هني، فخم فساء هرقل إحدى أقوى الحيوانات في العالم، حيث تقدر الحشرة البالغة استخدام قرونها في حمل أشياء تفوق 30 ضعف وزنها من غير ما يأثر هالشيء في قدرتها على الحركة أو سرعتها، وهو ما يعادل قدرة إنسان بالغ وزنه نحو 80 كيلوغرام على المشي، وهو حامل وحيد قرن أبيض يزن أكثر من طنين من غير ما يعاني من أي مشكلة تذكر. ولن تعاني خنفساء هرقل من رفع الأوزان حتى ترفع 100 ضعف وزنها، وقتها بس بتواجه الخنفساء بعض الصعوبة في الحركة. تستخدم الذكور هذه القوة الهائلة في محاربة بعضهم البعض للحصول على الغذاء، أو خلال موسم التزاوج للفوز بالإناث. ففي موسم التزاوج تعلن الإناث عن استعدادها للتزاوج من خلال إفراز مواد كيميائية تسمى الفيرمونات، تلتقطها قرون استشعار الذكور لتبدأ على إثرها المعركة. وكحلبة المصارعة يتواجه الخصمان، ويبرز كل واحد منهم سلاحه المتمثل في القرون الكبيرة المشابهة للمخالب، محاولاً الإمساك بخصمه. وقت يتمكن من إحكام السيطرة على جسم الخصم يرفعه في الهواء، عقب يطرحه أرضاً أو يرميه من فوق إحدى الأشجار. وبهذه الطريقة تنتهي المعركة ويفقد الذكر المهزوم فرصته.